وزير الحربية المشير أحمد إسماعيل تولى مسؤولية الجيش في أكتوبر من العام 72 قبل الحرب بعام بالضبط، متحركاً من موقعه رئيساً للمخابرات العامة إلى جبهة القتال قائداً للقوات المسلحة. ويبدو أن التفاهم بين الوزير والرئيس كان متزايداً لأقصى مدى، بينما تحاك المعركة ويتجهز مسرحها بهدوء. لابد أن الفريق الشاذلي كان مبتسماً وهو يتخيل بن اليعازر غارقاً في أوهامه عن نقص تدريب الجيش المصري، نقص عتاده وارتباك قياداته، وكان للشاذلي خطة أخرى فيما يتعلق بترتيب العدة والعتاد وتوفير اللوجستيات التي تحتاجها المعركة. فريق أول الشاذلي كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بصفته وصفة المقر للجامعة العربية في مصر، كان رئيس الأركان المشتركة للجامعة العربية، ففعل اتفاقية الدفاع المشترك وقعدوا قالوا لو الحرب قامت عشان مصر وسوريا يحرروا أراضيهم انتوا هتساعدونا ازاي؟ فاتفقوا ان الجناح العربي الاسيوي العراق الاردن يساعد سوريا، والجناح الافريقي المغرب الجزائر تونس ليبيا يساعد السودان يساعد مصر، وتم هذا الاتفاق وتحدد الوحدات. وراح الفريق الشاذلي زار ليبيا وزار الجزائر وزار المغرب وزار العراق وشاف الوحدات اللي هتيجي واتكلم معاها قبل بدء المعركه بقد ايه؟ قبل الحرب بشهر. حتى الملك محمد الخامس رحمه الله بعد الحرب بيعتب على الفريق الشاذلي، قال له انت كنت عندنا، فاعتذر له جلاله الملك، ما كنتش اقدر اقول مش عشان حاجه، لو قلت لحضرتك وانت عارف ان احنا هنحارب يوم 6 هتحرك قواتك 28 سبتمبر مثلا، يبقى ما بقاش في مفاجاه استراتيجيه. مصر للطيران لما وزير الطيران استشعر قبل الحرب بيوم حاجه، فقال هيبقى المطار هدف وهو جنبه مطار شرق القاهره العسكري، ففكر ينقل بعض الطيارات، فنقل بعض الطيارات لمطارات اخرى. كلموه رجع الطيارات. رجع جزء من الطيارات وجزء ما رجعش. النقطه الثانيه، انت بتيجي قبل الحرب بمده بتعلن المنطقه بتاعتك دي اللي يمروا بها الروتس الجوي منطقه حرب، اللي هي فوق مصر وفوق المياه الاقليميه المصريه. وبتعلنها قبل الحرب بوقت يسمح، انا جاي مثلا من اوروبا. ما تقوليش وانا فوق اسكندريه ان انا في حاله حرب. شعلات حقول البترول في خليج السويس والحقل شغال الشعلة منورة. كان من ضمن مطالب وزارة البترول لو في حرب قولوا لنا عشان نطفي الشعلات دي عشان ما يحصلش اشتعال لأي حاجة أو هو ما يقدرش ينشن على المكان يعني. ففضلت الشعلات دي قائمة إلى قبل الحرب بساعتين. كان عندنا دعوة جاينا من رومانيا، وزير الدفاع الروماني عاوز يزور مصر لأن رومانيا وشوشيسكو كان قائم بدور الوساطة بين الطرفين. فوزير الدفاع لما طلب يجي قلنا له أهلا وسهلا، فهو قال هل يناسبكم يوم 8 اكتوبر؟ قلنا له اه يناسبكم. بعد الحرب ثلاث ايام برضه او بعد الحرب بيومين، ده كان من ضمن الخطه. يوم الحرب لما ابتدت يوم 6 اتصلنا بيه وقلنا له بنعتذر عن كذا لان الحسابات اختلفت. لكن ده يعني لان شاوشيسكو على اتصال بالاسرائيليين بالولايات المتحده وقال ان مصر قبلت دعوته يوم 8. معنى ذلك ان مصر لديها نيه استخدام الوساطه. بالظبط كده. برضه على مستوى الدوله تم التنسيق مع الجمهورية اليمنية على إغلاق باب المندب، ودي نقطة كبيرة جدا ما كانتش في حسابات أي حد، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا أي حد. أن تغلق الملاحة الإسرائيلية من وإلى إسرائيل من أقصى جنوب البحر الأحمر من باب المندب. تم التنسيق مع الجمهورية اليمنية وإن إيه، طب إحنا هنجيلكوا إزاي؟ من خطة الخداع المدمرات اللي رايحة تحت ستار هتعمل عمرة في باكستان. ابحرت قبل الحرب بخمس ست ايام دي المدمرات المصريه عملت ان هي نفسها اللي في طريقها هتغلق باب المندب، عملت انها في طريقها الى باكستان واللاسلكي مفتوح فاسرائيل تلتقط الاشاره تلتقط. وقفوا في باكستان ووقفوا في بور السودان زياره وديه لمده كذا ساعه، وبعدين ابحروا الى اليمن. لما وصل باب المندب خلاص يعني عطل بجد بقى، مش هيتحرك يعني، وفضل موجود هنا معاه المظروف، ما فتحوش غير يوم 6 اكتوبر الصبح. معذره خليه بس استوضح ده، يعني اللي خرجوا لهذه المهمه معهم مظروف في غرض المهمه السري يفتح يوم 6 الصبح وهما في باب المندب ففتح في باب المندب قال له انت مهمتك وتوجيهك مش الصيانه في باكستان، انت مهمتك تقفل باب المندب على اسرائيل من والى، يعني لحد يعدي كده ولا يعدي كده. مطالعة الصحف المصرية في شهور وأسابيع ما قبل الحرب لا تعكس أننا إذا بلد يتجهز للحرب بدقة مذهلة في حساب كل خطوة يخطوها.
الدوري العام منتعش، الحديث ساخن جدا عن مجيء حسن شحاتة لصفوف الزمالك قادما من الكويت، وعن المدرب الجديد للأهلي مستر هيديكوتي وراتبه الضخم $600. إسرائيل بدأت تلاحظ أنه في اهتمام بالكرة القدم في الإعلام المصري. رؤساء التحرير كان عندهم توجيهات بأنه مساحة كرة القدم تزداد في هذه الصحف، فبدأت الجرائد تتكلم على حاجات كثيرة جدا. في الوضع الحال الطبيعي ما كانش يهتم هتحظى بكل هذا الاهتمام، يعني كانت الجرائد الثلاثة قاعدة تتكلم طول الوقت في الأيام اللي قبل 6 أكتوبر يعني عن المدرب الجديد للأهلي اللي جاي من المجر هيديكوتي وإزاي هياخد $600، وكانت قصة طويلة جدا. قصة تانية كان النجم اللي جاي من الكويت حسن شحاتة واللي لعب في الزمالك وهل هيفرق مع الزمالك وهل هو لعيب كويس يعني ولا لعيب مجرد لاعب تاني يعني هينضم لنادي الزمالك. وكان في المحلة والفلاحين اللي خدوا الدوري لأول مرة، وكان في اتحاد السكندري اللي فاز بالكاس ولسه بيحتفل وشحتة. طب لو حد من بره البلد بيحاول يقرا احوال البلد دي هيشوف ايه؟ هيشوف انه مفيش حرب، دي بلد خلاص يعني استكانت واستراحت واستمتعت بالكوره ونسيت مساله الحرب وسيناء والجيش، ويعني هي خلاص تخلت عن هذا الصراع. ازاي مشيت عمليه الماتشات اللي بتتلعب بينما البلد على بعد ساعات من الحرب؟ يوم 5 اكتوبر كان الاسبوع السادس للدوري، فكان في 5 مباريات اتلعبوا في القاهرة وفي اسكندرية، والجرايد نزلت يوم 6 أكتوبر بتغطيات كبيرة جدا لهذه الماتشات الخمسة ونتائجها، فالجرايد قدمت هذه الخدمة باستفاضة كبيرة جدا. وكان فاضل ماتشين هيتلعبوا يوم 6 أكتوبر، غزل المحلة والطيران والمصري والإسماعيلي. ولإخلاء بعض المستشفيات استعدادا للمعركة، تم اختلاق قصة وهمية مكتملة الأركان عن حريق بمستشفى الحسين الجامعي، بالإضافة لعدة مشافي أخرى اكتشف فيها بغتة عدوى منتشرة. ففي أول سبتمبر تعلن مصر عن انتشار الكوليرا في إيطاليا وضرورة اتخاذ احتياطات في الداخل. في 13 من سبتمبر يتم الإعلان عن اكتشاف وباء خطير في مستشفى الدمرداش الجامعي الذي تبلغ سعته 4000 سرير. بعد هذا الحادث تعلن مصر عن مسح طبي شامل لكل المنشآت العامة والخاصة للوقوف على حالتها الوبائية. وعلى صعيد آخر يتم فتح باب التقديم للعمرة والحج لضباط القوات المسلحة. الحفلات الموسيقية منتعشة مع نهايات الصيف وبدايات الخريف. شهر رمضان يزحف بصيامه وهدوئه، ونبدأ أكتوبر. وزير الخارجية المصري محمد حسن الزيات يلتقي نظيره الأمريكي في نيويورك يوم 5 أكتوبر، ووزير الدفاع المصري المشير أحمد إسماعيل يتجهز للقاء نظيره الروماني يوم 8 أكتوبر، وقائد القوات الجوية اللواء طيار آنذاك حسني مبارك يتجهز للسفر إلى ليبيا يوم 5 أكتوبر. كل هذا خداع في خداع. بربك، هل هذا بلد على وشك الحرب؟ بعت أنت مجموعة كبيرة من الضباط الجيش بجوازات سفر وزارة الزراعة ووزارة الري، اشتروا طلمبات مية من ألمانيا ومن إنجلترا، لأن أنت كنت اتفقت أن النقطة اللي هفتح الساتر الترابي عاوز 5 مضخات، فكانت تحت ستار التوسع الجغرافي في الرقعة الزراعية والأبار الجوفية واللي واللي واللي. اللي نفذ العملية دي كان ضباط من شباب القوات المسلحة راحوا في هيئة مهندسين زراعيين. مهندسين زراعيين ومهندسين وزارة الري. راحوا لأوروبا. ألمانيا وإنجلترا. ألمانيا وإنجلترا، وجابوا 400 طلمبة. لعب كرة القدم على الجبهة ما بين الضباط والجنود قبل بدء الحرب بساعات قليلة، ازاي نحلل ونفهم المشهد ده برضه؟ التقيت بالراحل المشير الجمصي اكثر من مرة، وقعدنا سوا كتير جدا كان في نادي هليبرس اعداد طويلة، واتكلمنا عن الحرب واتكلمنا عن الرياضة، وهو اللي طلب تنظيم مباريات يوم 6 اكتوبر الظهر بين ضباط وعساكر، وكان الحرص على انها تتلعب في مساحات فضاء مواجهة للقناة والخط بالليل، بحيث انها ترى بوضوح. يعني كان قال لي مشير الجمصي، قال لي احنا ما كناش عايزين اسرائيل تبذل اي جهد انها تعرف وتشوف الماتشات دي، فاحنا كنا بنساعدها
ان احنا نلعب على شط القناة على طول.